السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة اكتشافات، جينا نصور مجمع في شقتين. نصور شقة 4 غرف صالة، مساحتها 210 متر مربع. المجمع نعطيكم فكرة الخدمات اللي موجودة فيها. عندنا الكاميليا اللي هي الجلسات العائلية، بالاضافة الى ذلك عندنا المواقف المغلقة زي ما احنا شايفين، المواقف المغلقة وهذه المساحات الخضراء، وعندنا الكاميرات المراقبة اللي هي الحراسة الأمنية 24 ساعة على مدار اليوم، وعندنا المسبح المفتوح حاليا على أساس الأجواء باردة، مساحات الخضراء زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، وعندنا الألعاب الرياضية والملاعب، ألعاب رياضية والملاعب الأطفال. عندنا شيء إكسترا موجود أيضا، عندنا الجنيتر إذا انطفت الكهرباء. المجمع مخدوم بالغاز الطبيعي، يعني موجود في المجمع غاز طبيعي. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل الشقة فوق. وصلنا الدور 11 والسانسير. الشقة 4 غرف صالة، مساحتها 210 متر مربع. ندخل الشقة، عندنا الموزع من هنا، أرضيات كلها باركيه، عندنا الديكورات السقفية ما شاء الله تبارك الله، وعندنا هنا على اليمين دواليب خاصة بالأحذية والعبات، على اليسار نتوجه على الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، ديكورات سقفية رائعة جدا، عندنا ديكورات نسويها ما شاء الله تبارك الله في المشروع، شيء فخم ما شاء الله تبارك الله. عندنا الإطلالة الأمامية، إطلالة على البحر، شيء ولا أروع. الأرضيات كلها زي ما احنا شايفين باركيه فاخر درجة أولى، التدفئة المركزية موجودة في الصالات وفي كل الغرف، وفي مخرج من هنا البلكونة، البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. شوف مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله، بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، والزجاج أيضا راكب في البلكونة. مجمع متكامل ما شاء الله تبارك الله، كاميرات مراقبة، مسبح، وألعاب أطفال، ملاعب رياضية، مواقف مغلقة، ما شاء الله تبارك الله، مجمع متكامل. نكمل تفاصيل باقي الشقة، إنارات ليد وسبوت لايتات وإنارات مخفية، شيء فخم جدا ما شاء الله تبارك الله. نجي هنا على المدخل الأساسي للمطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، والأجهزة الكهربائية أيضا من ضمن الشقة. عندنا هنا الفرن والشفاط، وعندنا أيضا هنا غسالة الصحون والفرن، ديكورات سقفية أيضا في المطبخ، وهذا المخرج اللي قلنا عليه سابقا المشترك بين الصالة والمطبخ للبلكونة. أرضيات سيراميك فاخر ما شاء الله تبارك الله. نطلع من المطبخ نجي هنا على اليسار الغرفة الأولى، مساحة الغرفة جيدة جدا ما شاء الله، وأيضا ديكورات في السقف شيء ولا أروع. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على الحمام الأول، أنتم بكرامة. عندنا المغسلة، الحمام العربي،
هذا الحمام الأول. بجوار الحمام الأول الحمام الرئيسي عند الكرامة، هذه المغسلة مكان نقدر نحط فيه الغسيل، مروش، وهذا الكلوزت. مقابل الحمام الرئيسي عند الكرامة الغرفة الثانية، الغرف كلها ما شاء الله تبارك الله فيها ديكورات سقفية وشيء رائع جدا. بجوار الغرفة الثانية الغرفة الثالثة، الغرفة الثالثة لو تلاحظوا أيضا لها ديكورات سقفية وبلكونة خاصة فيها. شوفوا مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله، بلكونة خلفية مساحتها جيدة وكبيرة ما شاء الله تبارك الله. مزود أيضا بالزجاج المتحرك، وأيضا البلكونة الخلفية لها إطلالة على البحر وإطلالة على الطبيعة أيضا. مجمع مخدوم بكل الخدمات، المواصلات والسوبر ماركتات، المطاعم، كل شيء جنب المجمع. نيجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية. مقابل الغرفة الثالثة في هنا كمخرج للطوارئ، ونستخدم المنطقة هذه كمستودع نقدر نحط فيها أشياءنا الخاصة. نيجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله تبارك الله لو تلاحظوا، شوفوا المساحة، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، ولها منطقة خاصة للدريسنج روم اللي نحط فيها دواليب خاصة. بداخل الدريسنج روم الحمام الخاص، غرفة النوم الرئيسية، المروش، والكلوزيت والمغسلة. نشوف إطلالة غرفة النوم. إطلالة ولا أروع. هذا الطريق المواصلات، يعني بجوار المشروع عندنا المواصلات، عندنا هنا المدرسة، بجوار المدرسة فيها الخدمات كلها من سوبر ماركتات ومطاعم ومخابز. إيش اللي ما نبغاه من الخدمات موجودة بجوار المجمع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.